إبراهيم ابن آدم أو عالم رير أفغانستان أيا وحو نين كويري ما أمسني إن أي جيران واح بركو لده إيغا دادي هدي أي صحته إبراهيم آدم أيا وحو نين كي كويري أنكوت سالي متقانا أري إي أيو نين كي وحو يري ها لبضب وانقرانا يا إبراهيم وحو يري أريغا إي أيها ياد المبضان نين كي وحو يري إيها أياد المبضان وايو هل كيمر أي وحو دلا إلا تضبعنو بل سأريغو مر كيبا وحو دلا هل لبو يوغو بندان سدح إبراهيم وحو يري أريغا إي أيها كيلعنا أولوقلا مرتيد حفلة ذها إي مناسبة ذها نينكي وحو يري أريغا أيدتكو مركز سقشان إبراهيم وحو يري مركي آن مغالد نحسغطو يابدن أريغا إي أيها أتكو نحركتو نينكي وحو يري وحان مغالد كوبدن أريغا إبراهيم وحو يري بركاد أيا سببتي إن إيادو أريغا وكدل ميريها إيها مالكا سرى لغو رعو أو أريغا آن مغالد كو نحركتو كبتو إيها إيشادو قبتو إيادو إيهو كدل مبديين أريغا نينكي وحو يري وان فهمي اي محو أريغو بركادة كومتايستي او اي ايهونا كو ايين إبراهيم وحو يري أريغو وحو سهلا بيد هوري وحا اونا صوكعا صلاة الصبح وقتي اصو اي بركادة اينا حريسة اللي سيود دقان بلس ايهو وايد أفراد وينا قيليان هبينكي او دان وحين هردان مركي اي صلاة الصبح سيود او دهي سيداس اينا ايهو كو سيغان barakada in xariista alle aroortu waa goor barakeysan oo uu nabigu u duceeyay nabi maxamed alayhi salatu wasalam wuxuu yiri allah ummadeeda u barakee kalhaada dhafarka aan mira dalka ahayn wuxuu barakada ka qaadaa waqtiga wuxuuna sababi karaa inay qofka dhaafto salaada subax oo uu waqtiga barakada saas ku seego intaa waxaa sii dheer dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara dhafarka oo ay dhaqaatiirtu ka digaan had iyo jeer